السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس عندما يدخل عليهم شهر رمضان يبحث عن بعض العلاجات والرقية الشرعية النافعة المفيدة التي تكون سببا بإذن الله لعلاجهم من أذى الجن، سواء كان عين أو سحر أو مس. لا شك أن رمضان شهر القرآن، شهر الطاعة والعبادات، شهر تصفد فيه الشياطين، والمقصود بتصفيدهم هم مردة الشياطين. فما هي البرامج النافعة القيمة التي يستطيع الإنسان أن يطبقها في هذا الشهر عسى ولعلها تكون سببا في خلاصه من هذا الأذى؟ البرامج كثيرة وكله فيه خير ومنفعة، لكن يجب على الإنسان أن يلتزم برنامج معين أو برامج معينة حتى يقضي على هذا المرض أو الشر. حديثنا اليوم عن برنامج بسيط وسهل. ما هو هذا البرنامج؟ تأتي بماء، تقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، وسورة البقرة كاملة، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد 7 مرات، وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق 7 مرات، وسورة الناس 7 مرات. الماء يكفي، اغتسل فيه، هذا في شهر رمضان. تضاف إليه 20 غرام، يعني قدر نصف ملعقة طعام من السدر المجفف المطحون، أو 7 ورقات من السدر الأخضر الجديد، وتضاف عليه 2 غرام قدر ربع ملعقة صغيرة زعفران، وكوب متوسط من ماء الورد. في الصباح قراءة الرقية الشرعية شاملة بصوت مرتفع والاغتسال بالماء المقروء. بعد العصر رقية أخرى، نفس الماء ونفس الخلطة، تأتي وتقرأ عليه سورة الكهف والصافات والجن والبروج والمعوذات، والآية قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك التي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، مع التكرار. أيضا تقرأ الآية الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا البرنامج تطبقه إن شاء الله خلال فترة رمضان، حتى لو طبقته 10 أيام أو 15 يوم أو 20 يوم، لا يلزم أن يكون شهر كامل، المهم أنك تطبق أكثر من 10 أيام هذا البرنامج صباح مساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه كل مريض ومريضة. هذا ما أردت أن أبينه. أأمل منكم أن تنشروا هذا الفيديو حتى يستفيد منه إخوانكم وأخواتكم، ولا تنسى أن تشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وتفعل الجرس حتى يأتيك كل جديد. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.